الجمع العام التأسيسي لمؤسسة عليات، والذي تميز بحضور نخبة من الفعاليات السياسية والثقافية والفنية، مثل فرصة لإبراز ذروة استلهام تجربة هذا المناضل وحزبه في الميادين التي تنكب على دراستها هذه المؤسسة، قبل تقديم خلاصات على شكل دراسات وأبحاث. شرف كبير بالنسبة لحزب تقدم الاشتراكية أن يكون في هذا الحفل التأسيسي لمؤسسة علي عتا أن نحظى بحضوتي رسالة مولوية سامية تؤكد على خصال الرفيق علي عتا المرحوم القائد التاريخي الذي أفنى حياته خدمة لهذا الوطن ولهذا الشعب، وتأكيد الرسالة الملكية على كل هذا المسار بما كان حافلا به من عطاءات على مستويات مختلفة، سواء تعلق الأمر بقضيتنا الوطنية أو بالنضال من أجل الديمقراطية في بلادنا أو بالنضال من أجل العدالة والاجتماعية. كل ذلك يسرنا كثيرا اليوم، وهو ما دفعنا إلى أن نؤسس هذه المؤسسة. وتميز الجمع العام بالاستماع إلى الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، والتي تلاها مستشار صاحب الجلالة عبد اللطيف المنوني. كما تم استحضار خصال الراحل الذي كان هاجسه ونصرة الديمقراطية الحقة التي ترعى الحقوق والحريات.